مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في حصة حلوة الأحباب، وحنا مرحبا بنا عندكم. اليوم عندنا إنرسات خفيفة، هي طارت وكراميل وشوكولا. نروحو نشوفو المقادير. عندنا 300 غرام فارينة، عندنا 120 غرام زبدة، عندنا 120 غرام سكر ناعم، عندنا نص باكي خميرة، عندنا مغرفة لافاني وحبة بيض. ومن بعد نكملو لي زانغيدون اللي قاعدو. نروحو نوجدو لاباط تاعنا، هي الاولانيه كالعاده. ندير الزبده هي اللونة، نزيد لها 120 غرام سكر غلاس، نزيد مغرفه لافاني، نزيد لهم حبة بيض. ندير الفارينة ديالنا وسكر كلاص وحبة بيض يدورو هما الأولانيين. أنا ندير براسي لي منسحقوش. نجيب الفارينة ديالنا، نزيد لها نص باكي خميرة، كيما راكم متعودين الخميرة توجور نخلطوها مع الفارينة، وانا الفارينة تاعي كنت صيرتها. نزيد له شاف لافيتاس، بس سكر كلاص والبيض، حبة بيض اللي درتها والزبدة يتخلطوا بعضهم بعض. نزيد لهم الفارينة اللي قلت لكم 300 غرام، وليت لها نص باكي خميرة، نعاود ندير الخلاط ديالي يدور. كما تشوفوا اليوم لاطار تاعنا خفيفه، ما فيهاش لي زانغريديون بزاف. هاي العجينه تاعنا قريب توجد. راهي وجدت، نحيها من الريسيبيون ديالنا. هاكو تشوفوا فيها طريه، ماشي ناشفه بزاف. نجيب البابي فين،
نغلفها باش ما تنشفليش ونخليها تريح بعقلها. دوك احنا لاباط تاعنا نخليها تريح بوندون 10 دقائق حتى ربع ساعه، وانتم ما تروحوش بعيد، فاصل ونعاود نولو لكم. انا عاودنا لينا مشاهدينا الكرام، بعد ما لاباط تاعنا ارتاحت نجبد المول ديالي، حلال ندير شفرينا في البلون طرافاي ديالنا باش ما تلصقناش لاباط. هنبطها شويه بيدي، نحلها نسيي ما نرققهاش بزاف. نزيد لها شفايا يعني من تحت، تنساوش بلي ما تخفي لكمش بلي درت لها نص باكي خميرة. شوفوا لا لاباط تاعنا تكفينا، هاي تكفينا. قرب المول عندي، نحبط لاباط في لي كوتي تاع المول. نحي هذاك الزايد، نعاود نخبي لاباط اللي قعدت لنا بابي فين. نزير على لي كوتي بيان، نقبها من الفوق باش ما تنفخليش. هاي الفوندو تاعنا واجد، وانا كنت سخنت الفور من قبل على 150 درجة، هي طيابها ما يطولش 15 دقيقة، ابيبي 4 ساعة حتى 20 دقيقة. الفوندو تاعنا راهو طاب، خليناه يبرد وديمولينه. دوكا نروحو نوجدو الكراميل ديالنا. عندنا 100 غرام تاع سكر، وعندنا 40 غرام تاع لاكريم فريش. دوك انا لاكريم فريش ما نديرهاش، نخلي حتى السكر تاعنا يذوب ونزيد له لاكريم فريش ومغرفه زبده. حنا نروح نوجدوا الكريمه تاعنا تاع الشيكولا. نجيبو كاسونه واحده اخرى، ندير 200 غرام تاع الشوكولا ديالنا ونزيد لها 80 غرام تاع لا كريم فريش.
بيدمان انا راني ندوب في الكريمه ديالي تاع شوكولا، نعس بيدمان السكر باش ما يتنحرق ليش. السكر تاعنا تاني راه بدا يدوب قريب يوجد لنا. هاي لك كراميل الاخر، عفوا الكريمة ديالنا راهي وجدت، انا نزيد لها زوج مغارف كاوكاو محمص ومرحي. بيدمان نعس السكر الكريمه تاعنا وجدت، نحطها على جانب. دوكا نروح نكمل الكراميل ديالنا. نزيد له مغرفة زبدة انا استعملت لا مارغارين. نزيد لها اون بانسي تاع الملح باش تعطينا ان اوتر غو. الكراميل تاعنا هو واجد. ندلو 80 غرام تاع كريمة طازجة. الكراميل تاعنا راه واجد. دوك حنا نخلو لي دو كريم تاوعنا يبردو، وحنا الفوندور تاعنا راه واجد. انتوما ما تروحوش بعيد، فاصل ونعاود نقول لكم. مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام. بعد ما لي دو كريم ديالنا راهم واجدين والفوندور تاعنا راه واجد والكراميل تاعي راه برد، ندير الكراميل هو الاولاني.
مشي على كاع لو فون دو طارت. والكريمة تاعنا راهي واجدة، هي من المستحسن تخلو الكراميل ينشف هو الاولاني باش تزيدو لا كريم تاع الشيكولا. كوم حنا رانا اون بلان تورناج يلفو نكونو شوية رابيد. نزيد نمشي الشوكولا ديالنا على هذا الشكل. هاي واجده. دوك انا نديرها داخل الفريغو تبرد شويه. وانتوما ما تروحوش بعيد، دوك نعاودو نولو. هاي حلوتنا راهي واجده اللي خرجناها من الفريغو. دوكا نروحو نزينوها كيف كيف. نجبدو باشوار ديالنا نحطوه في الوسط، نديرو له السكر كلاص من فوق باش يخرجو لنا لي ديسان. نديرو له السكر كلاص بزياده باش يخرجو لي ديسان تحتانيين يبانو. نرفدو على هذا الشكل. حلوتنا واجده. زيد ديكوريها من فوق شويه لي باستي شوكولا. وهكذا راهي واجده. ونتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله، ونقول لكم تاكلوها بالصحه والهنا. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.